احنا اليوم رانا في إعادة ترتيب البيت باش النقابة يرجع لها قوتها وترجع لها مصداقيتها. في قانون اللي يخلي تأسيس النقابة يكون بالقانون. صادق نواب البرلمان على مشروع قانون يتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الإضراب، فيما كان قد صادق البرلمان على قانون تنظيم العمل النقابي بعد احتجاجات عديدة من قبل التنظيمات النقابية التي اعتبرته منذ يوم طرحه من قبل الحكومة تهديدا لحرية العمل النقابي وتضييقا على الحق في ممارسة المطالب العمالية النقابية. فيما اعتبرت الحكومة أن قانون العمل النقابي والقانون المسير للإضرابات يعد خطوة إضافية في مشروع بناء المنظومة القانونية والتشريعية للجزائر الجديدة، إذ تعتبر أن من ضمن التغييرات الجوهرية التي أقرها القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي عدم المزاوجة بين النضال النقابي والعمل السياسي. حق النقابي مضمون دستوريا، واللي يحاربه راه يحارب في الدستور. احنا قلنا فتنا مع مرحلة يجتمعوا الناس في بيت ويقرروا يديروا نقابة ويعطوهم رخصة ويصبحوا نقابة. التنظيمات النقابية من جهتها لم تتخلى عن مطالبها المتعلقة برفض هذه القوانين ودعوة الحكومة لإشراك النقابيين والمختصين في صياغة هذه القانون، واعتبرت جزءا كبيرا من مواد هذا القانون إجحافا في حق الممارسة النقابية، مثل منع الإضراب لمدة غير محددة وإذا كان تضامنيا أو مفاجئا. يفرض القانون حضور ومشاركة ثلثي العمال من أجل اتخاذ الإشعار بالإضراب، ويمنع دفع الرواتب للعمال المضربين خلافا لكل تشريعات العالم في هذا الشأن. حق الإضراب، قلنا حق الإضراب حق مضمون دستوري، قرأ الدستور يضمن لك الإضراب تاعك، ولكن الإضراب باش يصوني التليفون تاعك على 10 تاع الصباح وتلقى اوني اون غراف ابارتي دو ماتنا، عايشين في أدغال ولا عايشين؟ يرى المتابعون أن مسألة التضييق على العمل النقابي من خلال إصدار هذه المنظومة التشريعية يدخل في سياق الرغبة في السيطرة الكاملة على الملف الحقوقي والحريات الذي يعرف تقهقرا كبيرا في الجزائر.